بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. المبادئ الأولى لتعلم الإعراب، الجزء الثالث، مع الفعل المضارع المنصوب وأدوات نصب الفعل المضارع التي هي أن، لن، إذن، كي. تذكير بنصب الفعل المضارع: ينصب الفعل المضارع بفتحة ظاهرة إذا سبقته إحدى النواصب الأربعة الآتية: أن، لن، إذن، كي. مثال: يذهب علي إلى السوق. لن يذهب علي إلى السوق. لاحظ أن يذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لأنه غير مسبوق بأدوات النصب، وعندما دخلت عليه أداة النصب لن أصبح منصوبا. نماذج للإعراب: تحب القروية أن تتسوق. تحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. القروية فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. أن حرف نصب ومصدر. تتسوق فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اشتريت البضائع كي أبيعها. اشتريت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. البضائع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كي حرف نصب ومصدر واستقبال. أبيع فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره لا. الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب المفعول به. زرني إذن أكرمك. زر فعل أمر مبني على السكون. نون الوقاية ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب المفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذن حرف نصب. أكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب المفعول به. لن تذهب الأم إلى السوق. لن حرف نصب ونفي. تذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. الأم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلى حرف جر. السوق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إعراب أدوات النصب: أن حرف نصب ومصدر، لن حرف نصب ونفي، إذن حرف نصب، كي حرف نصب ومصدر واستقبال.